كانت ماكورورو في الخامسة عشرة من عمرها عندما كانت تلعب هي وأختها ريمورورو في الغابة، وفجأة شعرت بشيء غير عادي وطارت ممسكة بقدمي نسرها. ماما هاها وسيف والدها بيدها لأنها شعرت أن والدها في خطر، واعتذرت لأختها وغادرت الغابة. عند الوصول إلى هينوا أخبرت غاو أن حربه تضر بالكوكب وتوازن الطبيعة ككل، فأعلن غاو أنه سيبني دولة جديدة وسوف يدمر أي شخص يقف في طريقه، فاندلعت معركة بينهما وهزمته. ثم ظهرت كاموي أمامها لتطلب منها أن تتبع خطى والدها لأنه قتل في ظروف غامضة. سألت ماكورورو عما سيحدث إذا رفضت أن تكون قربانا، فقيل لها أن فتاة أخرى سيطلب منها أن تكون خليفة لها كقربان للآلهة ليكون التوازن في الطبيعة. فكرت ناكورورو من سيصبح محاربة كاموي الجديد من كاموي كوتان، وأنها لا تريد أن تعرض أختها ريمورورو للخطر وأن تموت كقربان. ضحت ناكورورو بنفسها، ولكنها استمرت من خلال روحها في حماية الطبيعة وضرب الأشرار في كثير من الأحيان إلى جانب هاومارو. ومع ذلك بعد الإطاحة بميزوكي ضحت بنفسها لاستعادة توازن الطبيعة لتصبح روح الطبيعة في ساموراي. شوداون 64. نامت في غابات كاموي كوتان وكانت محمية بأرواح الطبيعة، فعندما تنذرها بخطر ما تستيقظ لمحاربة الوجود المزعج الناجم عن يوغا الساحرة المدمرة. بعد مرور بعض الوقت على هزيمة يوغا الثانية عادت أخيرا إلى النوم. في وقت لاحق تجاوزت قدرتها أكثر وخلطت روحها مع غايا لتصبح روحا إلهيا في خدمة الطبيعة. باعتبارها واحدة من خادمات الضوء تسافر عبر المكان والزمان لمنع وقوع كوارث العالم، ومع ذلك تم إيقافها في سعيها من قبل موجة سحرية يلقيها جيجن. هذا أما يدرك ناروكوكو غير قادرة على تحمل شكلها الأصلي، ولا يمكنها محاربة الشر إلا من خلال قوة زملائها في الغابات. تضعف وتعرف أنها يجب أن توقف خطة أوبورو الشريرة، ولكن لا يمكنها بدون مساعدة لايت ريمورورو التي تم إغلاقها من قبل أوبورو. تبلغ ناكورورو وهو مارو بالتهديد، وتشرع في السعي لتحرير شقيقتها ودمج قوتها معا لهزيمة الشر. إن أعجبتكم القصة المرجو الانخراط في القناة والدعم ببعض اللايكات، وشكرا.